مركز البراء الطبي. أسس مركز البراء الطبي عام 1999، وهو مركز مختص للإسعاف والطوارئ في منطقة جنوب عمان، ويعتبر المركز الوحيد الحاصل على ترخيص إسعاف وطوارئ 24 ساعة في المنطقة. ومنذ أن تأسس مركز البراء الطبي وهو قائم على متابعة وعلاج الحالات المرضية في المنطقة، حيث يدير هذا المركز فريق طبي ذو خبرة عالية، ويشرف على إدارته الدكتور ثائر عمرو. الدكتور ثائر محمود عمرو، وهو حاصل على بكالوريوس الطب العام والجراحة، مقيم جراحة سابق في مستشفى البشير، ماجستير في إدارة الخدمات الطبية والمستشفيات. ويقوم مركز البراء الطبي بالتواصل الدائم مع المجتمع المحلي، وذلك من خلال الحملات الطبية المجانية لأبناء المنطقة. ويقوم المركز بدوره بالإشراف على المدارس الخاصة ومتابعة الحالات المرضية وعقد دورات تثقيفية لطلاب هذه المدارس. ونتيجة لحجم وكبر المسؤولية، قام المركز بإنشاء مبنى جديد عام 2005، ويتأتى ذلك تماشيا مع حاجة المركز للتطور المستمر وفتح أقسام حديثة جهزت خصيصا بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية الخاصة بذلك، حيث استحدث مركز البراء الطبي جهاز الألتراساوند 3D لمتابعة الحوامل. ويعمل مركز البراء الطبي جاهدا للحصول على جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لما وصل إليه من سمعة طبية وخدمات نالت ثقة المجتمع المحلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور ثائر محمود عمر، بكالوريوس الطب العام والجراحة، مقيم جراحة سابق في وزارة الصحة ومستشفى البشير، ماجستير إدارة المستشفيات والخدمات الطبية. مركز البراء الطبي هو مركز إسعاف وطوارئ 24 ساعة، تم تأسيسه في 15/5/1999، وهو كان أول مركز إسعاف وطوارئ في المنطقة، وأتوقع هو المركز الوحيد الحاصل على ترخيص إسعاف وطوارئ 24 ساعة في المنطقة. هذا المركز الحمد لله منذ أن تأسس وهو قائم على متابعة وعلاج الحالات المرضية في المنطقة، وكسبنا ثقة وإيمان الناس في إجراءاتنا الطبية وعملنا في هذا المركز، والحمد لله نحن في تطور مستمر ومتابعة للخدمات الطبية وما تتطلبه المنطقة من إجراءات طبية. في عنا في هذا المركز عيادات الطب العام والنسائية ومتابعة الحوامل وعيادات الأسنان، هذا أهم العيادات الموجودة في داخل المركز، ونقدم الخدمة لمناطق المحيطة فينا من الطيبة وخريبة السوق وجاوة وجويدة واليادودة، والحمد لله حتى من مناطق نائية يأتوا للعلاج في مركزنا. ونحاول دائما التواصل مع المجتمع المحلي عن طريق أيام الطبية المجانية والمشاركة في المدارس الحكومية ووكالة الغوث المحيطة، ونحن نشرف على مدارس خاصة من ناحية التأمين الصحي ومتابعة الحالات المرضية والتثقيف الصحي لطلاب مدارس الخاصة في المنطقة. مركز البراء الطبي انتقل إلى المبنى الجديد في عام 2005، سابقاً كان في مبنى أصغر من المبنى الموجودين فيه الآن، ولكن لحجم الشغل والتطور والمتابعة قررنا نقله إلى مساحة أكبر، وراحة للمرضى أكثر كونه يقع كطابق أرضي وقريب من مناطق الخدماتية. وأريد أن أخبركم أن لأول مرة أصرح بهذا الموضوع، نحن نحاول الآن الحصول على جائزة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز كأول مركز إسعاف وطوارئ 24 ساعة يتقدم لهذه الجائزة. نحاول أن نستوفي الشروط خلال عام للحصول عليها، و
بشكل إضافي للحصول على الآيزو، ونحاول جاهدين أن نستوفي جميع الشروط في أقرب فرصة، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نحصل عليهم بإذن الله. مركز البراء الطبي يأتي إليه المرضى من أماكن بعيدة، حتى ليس من المنطقة فقط، من الأغوار، من مادبة، حتى من مناطق المحيطة بالزرقاء يأتي إلينا، والحمد لله كسبنا السمعة الطيبة والسيرة الحسنة بتاريخنا لنكسب ثقة المريض، ونحاول دائما تقديم الخدمة الجيدة والتي تتناسب مع دخل المريض ومعيشته. مركز البراء الطبي سيحاول أيضا تطوير باستمرار عن طريق التوسعة وتوفير الأجهزة اللازمة، ومع العلم أن قد استحدثنا جهاز الألتراساوند الجديد 3D في المركز منذ أسبوعين لمتابعة الحوامل. وهذا بشكل عام فكرة عامة عن مركز البراء الطبي الذي الآن دخل العام 15 من عمره، وإن شاء الله سنستمر بالعطاء وتقديم الخدمة والتعاون مع المجتمع المحلي بشتى الطرق، حتى نكون دائما مكان ثقة للمواطن. جمعية سرايا للأعمال الخيرية هي جمعية تعمل على إعالة الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتعمل على إعالة الأيتام والمرضى وكبار السن. يتم تحويل بعض الحالات من داخل الجمعية لمركز البراء الطبي الممثل بالدكتور ثائر عمرو، حيث يعمل على معالجتها وتوفير العلاجات وصرف الأدوية اللازمة لهذه الأسر ومتابعة الحالات باستمرار. من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، فباسمي واسم الهيئة الإدارية في جمعية سرايا أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمركز البراء الطبي ممثلا بالدكتور ثائر عمر على جهوده المباركة، سواء للمجتمع المحلي خارج الجمعية أو داخل الجمعية، على جهوده المباركة، ونسأل الله العلي العظيم أن يكون في ميزان حسناته. مركز البراء الطبي مركز من المراكز الريادية في المنطقة، ومركز نشيط جدا، وهو أول مركز طبي تقريبا شامل لمدة 24 ساعة في المنطقة، وجاي في موقع مميز في وسط المنطقة المكتظة بالسكان، وبخدم يعني قطاع كبير من المنطقة، لأنه جاي في منطقة وسط ومنطقة مأهولة بالسكان وفيها سكان كثير، فعشان هيك يعتبر من أهم المراكز الطبية في المنطقة. والله بالنسبة لمركز البراء من أفضل المراكز الطبية في المنطقة جنوب عمان بشكل عام يعني، وبقوم عليه الدكتور ثائر وأفضل أطباء عنده باستمرار موجودين. صدق الأمانة مركز البراء من أفضل المراكز في منطقة الطيبة، يعني المركز فيه كادر طبي وتمريضي وفني وإداري، ووجهة نظري المركز ناجح جدا جدا. بعدين الأمور المالية والمادية في المركز بصراحة مش موجودة، يعني ما عندهم اهتمام، عندهم عمل هذا يعني شيء أنا شفته بعيني، بيساعدوا كثير الناس البسطاء في المنطقة، ناس ما معها فلوس بصراحة يعني ما بشجدوا معها كثير. المركز ككادر طبي على سوية عالية جدا، مركز ممتاز جدا كمعاملة كعلاج للناس في المنطقة، ويعني الحمد لله رب العالمين انه بنحمد الله في منطقتنا انه في هيك مراكز انها بتهتم في الناس وفي المواطنين وفي الناس البسطاء، اللي هو اهم شيء يعني انه هذا الشيء موجود فيه. الهدف المادي والمالي مش في عملهم. والله ما شاء الله مركز ناجح والكل بشكر فيه، وطبعا الكادر الطبي اللي فيه ما شاء الله ممدوحين، يعني الكل بشكر فيه. واحنا بالنسبه لنا متعاملش في مركز البراء كونه يعني انهم بيساعدوا الناس وكذا، وبعدين في حالات انسانيه كثير بتصير عندهم بيسامحوهم، كثير ناس تعرضوا لاشياء زي هيك كانوا يسامحوهم، وما شاء الله مركز ناجح جدا. يعني حرصت إدارة المركز على مواكبة كل جديد في علوم الطب والجراحة التشخيصية والعلاجية،
مما ساهم في تطوير خدمات المركز، مما عزز ثقة الأطباء والمرضى المحليين من أبناء المنطقة من عرب وأجانب، حيث يراعي المركز استحداث أقسام مجهزة بأحدث التقنيات الطبية الحديثة من أجهزة خاصة بتشخيص أمراض الكلى وأمراض القلب وحالات وعلاج القدم السكري. كما يقوم المركز على استحداث قسم مراجعة للأطفال وتجهيزه بكادر طبي متخصص بذلك. مركز البراء الطبي، بعون الله نحن نرعاكم.